مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء، وسن الثنايا وشعارات ابناء القبائل. نسير مع الشوط العاشر الخاص للبكار الثنايا من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول المراكز. هنا اختيار محمد بن حسين بن مانع بو دواس العجمي يقدم لنا اختيار على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت الدوحة بشعار راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخص هنا على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت هنا المنطلقة على ثالث المراكز، والقادمة هنا الهيا بشعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يقدم لنا الهيا على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا القادمة والمنطلقة محازم علي بن متلع المقاطي العتيبي يقدم لنا محازم. مرحبا يا علي بن متلع العتيبي. وفي رابع المراكز وخامس الأسماء وصلت هنا القادمة الوجبة قادمة بشعار هجن التحدي، غادمة من أجل التحدي والانتصار. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع البداية أول المراكز اختيار محمد بن حسين بن مانع بو دواس العجمي يقدم لنا اختيار على المركز الاول وعلى الصدارة. ثاني الاسماء وصلت الهيا غادم الهيا بشعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يقدم لنا الهيا على ثاني الاسماء. ثالث المراكز وصلت الدوحة راشد بن سعيد بن طالب المنخس هنا على ثالث المراكز. رابع الاسماء وصلت محازم منطلقة محازم بشعار علي بن متلع المقاطي العتيبي على رابع المراكز ورابع الانطلاق. خامس الأسماء وصلت هجن التحدي غادمة مع الوجبة، الوجبة قادمة بشعار هجن التحدي هنا على خامس المراكز. وخامس التحديات لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة. وأرى هناك شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوا هذه الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع أبو دواس يقدم لنا اختيار هناك على رأس حربة هذا الشوط. الله يا اختيار محمد بن حسين بن مانع أبو دواس العجمي. هنا أبناء الكويت على المقدمة وعلى الصدارة. ثاني الأسماء وصلت هنا الهيا بشعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يقدم لنا الهيا على ثاني الأسماء. ثالث المراكز الدوحة قادمة بشعار راشد بن سعيد بن طالب المنخس. وفي رابع الأسماء وصلت هنا القادمة محازم بشعار علي بن متلع المقاطي العتيبي يقدم لنا محازم على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا احتفال في هذا الاحتفال الجميل وفي هذا المهرجان. نعود مع اختيار على الصدارة على أول المراكز محمد بن حسين بن مانع بو دواس يقدم لنا اختيار على المقدمة على أول المراكز. ثاني الأسماء وصلت الهيا بشعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. وفي رابع المراكز وصلت أو ثالث الأسماء وصلت الدوحة راشد بن سعيد بن طالب المنخس. وفي رابع المراكز قادمة هنا محازم يا محازم علي بن متلع العتيبي يقدم لنا محازم على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة
احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا احتفال على خامس المراكز وخامس التحديات. نتجاوز منتصف المسافة، انقضت 4 كيلومترات، ويتبقى لنا مثلها مشاهدينا متابعينا الاعزاء 4 كيلومترات اخيرة ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. وابو دواس هناك مع اختيار في الموقع الصحيح، هنا تختار اختيار الموقع الصحيح بشعار محمد بن حسين بن مانع. ابو دواس يقدم لنا اختيار مع الانطلاق الاول ومع الصدارة. الهيئة ثانيا، ابناء السلطنة غادمين مع الهيئة، محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. وفي ثالث المراكز وصلت القادمة الدوحة بشعر راشد بن سعيد بن طالب المنخس، يقدم لنا الدوحة على ثالث الأسماء. رابع المراكز محازم بشعار علي بن متلع المقاطع العتيبي، يقدم لنا محازم هنا مع الانطلاق الرابع ومع التحدي الرابع. خامس المراكز وصلت القادمة أبها أحمود بن سعيد بن سالم الحبسي، يقدم لنا أبها على خامس المراكز. ولكن تسلل شعار الجريان غادم مع السفانية، ناصر بن عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية مع خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وعود هناك مع الصدارة مع أول المراكز اختيار محمد بن حسين بن مانع بو دواس العجمي، يقدم لنا اختيار على البداية من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. بو دواس أبناء الكويت على المقدمة وعلى التحدي الأول. ثاني الأسماء الدوحة راشد بن سعيد بن طالب المنخس، يقدم لنا الدوحة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت الهيئة بشعر محمد بن سالم بن محمد الوهيبي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء محازم، منطلقة محازم علي بن متل المقاطي العتيبي مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا احتفال على خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وأرى الشعارات والأسماء خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. أعود مع البداية مع اللي غيرت وانطلقت الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب المنخس يقدم لنا الدوحة هنا مع البداية. واختيار ثانيا محمد بن حسين دواس العجمي هنا مع ثاني المراكز أبناء الكويت. ثالث الأسماء وصلت الهيئة بشعر محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. وفي رابع المراكز هجن التحدي مع الوجبة. وفي خامس المراكز وصلت احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع خامس المراكز مع احتفال. ولكن اعود مع المقدمة مع الصدارة مع اول المراكز الدوحة. الدوحة راشد بن سعيد بن طالب المنخس هنا يقدم لنا الدوحة مع البداية ومع اول الاسماء. ثاني المراكز وهناك اختيار بشعر محمد بن حسين بن مانع العجمي، يقدم لنا اختيار مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت الوجبة هجن التحدي غادمة مع الوجبة. وفي رابع المراكز غادمة هنا احتفال محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا العطية غادم مع خامس المراكز. ولكن البداية أول المراكز هنا الانطلاق الأول الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب المنخس يقدم لنا الدوحة مع البداية ومع الكيل.
الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب المنخس، هنا نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية، يرى الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب المنخس يقدم لنا الدوحة مع البداية. ثاني الأسماء اختيار، منطلق اختيار بشعار محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي مع ثاني الأسماء، ولكن أعود مع الحزام الأخضر مع الصدارة مع أول المراكز. الدوحة الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب المنخس هنا على البداية. ثانيا اختيار بشعار محمد بن حسين بن مانع بودواس، وهجن التحدي الدوحة، الدوحة مع الصدارة مع أول المراكز. راشد بن سعيد بن طالب المنخس يقدم لنا الدوحة مع البداية مع أول المراكز. الله يا الدوحة، راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخس مع التحدي الأول ومع الصدارة. تهانينا والناموس لمالك الدوحة بدون أي منافس وأي منازع على الإطلاق. تهانينا والناموس ومن هذه اللحظات نزف التهنية الراشد بن سعيد بن طالب المنخس على فوز الدوحة. تهانينا والناموس وسلام الدوحة سلام، واسعد الله مساك يا راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخس. فتهانينا والناموس لحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس الراشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخس ثاني المراكز. وصلت هنا ثاني المراكز، اختيار بشعار محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي على ثاني المراكز، مع اختيار ثالث الأسماء وصلت العنود بشعار سعيد بن راشد بن سعيد بن راشد الأسود، وفي رابع المراكز الوجبة بشعار هجن التحدي، وخامس المراكز وصلت هنا الضبية بشعار عوض بن علي بن سعيد آل بريص المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. تابعنا وإياكم الدوحة بشعار راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخس، ولحظة وصولها إلى خط النهاية والتوقيت الزمني 12 دقيقة. هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 33 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخس ثاني الأسماء. كان هناك شعار بودواس مع اختيار محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي من قدم لنا اختيار على ثاني الأسماء. التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية، هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي ثالث الأسماء. هناك وصلت على ثالث المراكز العنود بشعار سعيد بن راشد بن سعيد بن راشد الأسود. توقيت زمني 12 دقيقة 54 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.